بينما تسابق المملكة المتحدة الزمن للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبي، ينتظر صيادو بريطانيا بفارغ الصبر لحظة تحرر مياههم الإقليمية من قواعد الاتحاد الأوروبي، بما يوفر لهم مساحة كبيرة ومستقلة للصيد. إنهم يتحكمون فيما نفعله. ما نصطاده ويسمونه الاستقرار، ولكن للاسف هذا يعني ان الفرنسيين يحصلون على معظم الحصه من الاسماك، وخاصه بالنسبه لهذه المنطقه. في الوقت الحالي يصطاد الصيادون الاوروبيون في مياه المملكه المتحده ربما اكثر من الصيادين البريطانيين انفسهم، ولكن ابقاء القوارب الاجنبيه في الخارج قد يكون بثمن. لأن بريطانيا ستظل بحاجة إلى بيع أسماكها في السوق الأوروبي. الخروج من الاتحاد الأوروبي سيوفر المزيد من الأسماك للصيادين البريطانيين، ولكن هذا يعني أيضا صعوبة أكبر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. المملكة المتحدة ترغب في التأكد من أن شروط التجارة مع الاتحاد الأوروبي مناسبة لها، وليس فقط المزيد من الأسماك. في الاول من يناير تنتهي الفتره الانتقاليه تمهيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وحتى الان لا يوجد اتفاق حول ما سياتي بعد ذلك واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان المملكه المتحده قد لا تسمح لقوارب الاتحاد الاوروبي بدخول مياهها في حين يمكن لاوروبا ان تفرض تعريفات جمركيه على الاسماك البريطانيه ومع دخول المفاوضات اسابيعها الاخيره لن يطول الامر حتى يعرف صيادو الاسماك في بريطانيا ما اذا كان دعمهم القوي لخروجهم من الاتحاد الاوروبي يستحق كل هذا العناء رانيا علوي تي ار تي